السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. بون فيديو اليوم راح نديرو هو لإعلان عن نتائج المسابقة اللي كنت نصيتها السمانة اللي فاتت، والمسابقة هذه للحصول على بروتين كازيين. بون للأسف الشديد كان 25 مشارك، ولا واحد فيهم قدر يجاوب على 3 أسئلة من 5. كما تعرفوا أنا في أوديبو كمان قلت لكم جاوبوا على 5 أسئلة صحيحة، اللي جاوب على 5 أسئلة صحيحة نمدلو بروتين كازيين. هذا اللي راكم تشوفوا فيه. ومن بعد كي شفت حتى واحد ما جاوب على 5 أسئلة صحيحة، واش درت؟ قلت لي جاوب 3 أسئلة من 5 صحيحة راح يحصل هذا على هذا البروتين. وبعد انتهاء مدة مسابقة ولا واحد من المشتركين، حوالي 25 مشترك، ولا واحد فيهم قدر يجاوب على 3 أسئلة من 5. بون دوكا تبعتو في لي بوبليكاسيون ولا في الفيديو اللي حطيتو على اليوتيوب على شروط المسابقه، قلت لكم اونكا واحد لقيت واحد جاوب على 5 أسئلة صحيحه هو اللي يدي بروتين. بعد اونكا ما كاش لي جاوب على 5 أسئلة صحيحه، نروحو لاحتمال تاني. الاحتمال تاني شنو هو؟ اللي يجاوب على 3 أسئلة من 5 أسئلة صحيحه. دونك اللي جاوب على 3 أسئلة صحيحه راح يحصل على بروتين كازيين. هذا الاحتمال الثاني. بون كما تعرفوا الاحتمال الاول ما تحققش، واش معناتها؟ معناتها ما كانش انسان يجاوب على 5 أسئلة صحيحه. والاحتمال الثاني ثالث ما تحققش، معناتها ما كانش انسان يجاوب على 3 أسئلة صحيحه. انا قلت لكم كان احتمال ثالث، الاحتمال الاول يجاوب على 5 أسئلة هو اللي يحصل بروتين، الاحتمال الثاني اللي يجاوب على 3 أسئلة من 5 كشغل سهلت لكم هو اللي يحصل على البروتين. الاحتمال الثالث واش معناتها؟ معناتها اذا ما كحتبخ حتى شخص جاوب على 3 أسئلة صحيحة من بين 5، روحوا للاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث واش فيه؟ واش قلت لكم فيه في الفيديو اللي حطيته في اليوتيوب؟ قلت لكم هذه العلبة يديها البيرسون اللي يكون قريب ليا في المسافة، قريب ليا ا ديستونس. واش معناتها؟ معناتها في المشترك عندك 25 اللي نشوف كامل المشتركين اللي قريب ليا ا ديستونس، المسافة تاعو قريبة ليا تاع وين نسكن انا، هذا يبين راح يحصل على هذا البروتين. ابو انا راني شفت المشتركين كان 25 نورمالمون، هكا 25 30. الاقرب ليا، المشترك الاقرب ليا ا ديستونس هو حمزة حنتوت. واش معناتها؟ معناتها هذه العلبة راكم تشوفوا فيها ما كاين حتى واحد جاوب اجابة صحيحة. نروح للاحتمالات الاخر. الاحتمالات الاخر قلت لكم المسافة اللي قريب ليا بزاف هو اللي يدير البروتين هذا. بون شفت المتسابقين كاين كامل، كان كل واحد وين تكون في الجي. لقيت بلي هذا الشخص حمزة حنتوت هو الاقرب ليا كامل، ابي بي واحد 300 متر. دونك واش معناتها؟ معناتها هذه العلبة تاع بروتين من نصيب حمزة حنتوت، وان شاء الله نقدمها له في اقرب وقت ممكن. بون خاوتي ملاحظة فقط، في ال5 أسئلة هذوك ماشي راح دوك نحط لكم إجابة تاعهم، بصح ما نحطلكمش إجابة من الخمسة، راح نحط لكم 3 أجوبة فقط، واثنين أجوبة هذوك اللي بقاو نخليهم بوغ أون أوتخ كومبيتيسيون. واش معناتها؟ معناتها كي لونسي أوتخ كومبيتيسيون هذوك جوج اللي ما جاوبت عليهم نحطها لكم أسئلة. بون المسابقة الجاية إن شاء الله مور رمضان نعاود لونسي أوتخ كومبيتيسيون، والمرة هذه الحصول على ماشي بروتين، على حمض، على بي سي ا كما تعرفوا في في فترة رمضان البروتين الأحسن هو الكازيين. دونك مور رمضان واش كاين؟ كاين الصيف، والصيف راكم تعرفوا الناس بزاف دير ريجيم، وأحسن مكمل في وقت ريجيم هو بي سي ا. دونك جوست مور رمضان راح نونسي أوتر كومبيتيسيون، مسابقة واحدة أخرى للحصول على بروتين على البي سي ا. بون علبة تاع 1 كيلو. دونك خاوتي انا قلت لكم شكون المشترك اللي فاز بعديا، وفاز بعد اللجوء الى الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث المسافة. شو واحد فيكم ما جاوب اجابة صح، اجابة صحيحة وحده كان، بصح ما كاينش بيرسون يجاوب 3 أجوبة صحيحة. دونك جات الاحتمال الثالث اللي قلت لكم هو هو الهدية هذه تروح للبيرسون اللي قريب ليا ا ديستونس، اللي يكون قدامي. معناتها معناتها اللي يكون قدامي هو اللي راح يدي الهدية هذه. هذه باك ديت هذا الاحتمال الثالث بعد باش هذا البروتين كازين نهديه لكاش واحد منكم، باش ما نخليش عندي واحد فيكم من يديه. هذه هي. بون خوتي تهلاو في روحكم وبقاو على خير، وستناونا ان شاء الله في مسابقة اخرى.